مساء الخير على كل مشاهدي سي بي سي وخصوصا الستات اللي ما بيعرفوش يكذبوا. ويوم جديد، يوم اجمل من امبارح، ولو ان طبعا في احداث مؤلمه. نتمنى يعني الدنيا تصحصح شويه، يعني اي واحد رامي حاجه بتاع هنولع في البلد. اسمحوا لي امسي على الصديقه والاستاذه والمحاميه الكبيره دينا عادلي، منوره يا دينا. اهلا بيك. وانت بقيتي صديقه الستات خلاص بقى، انا يعني مش غريبه من اهل البيت خلاص. اهلا بيك، منورانا، ربنا يخليكي. برضو ما دام انت معانا النهارده نتكلم في الحدث بتاع النهارده ده بتاع قاعه المؤتمرات. والله هو النهارده انا لسه يعني واحنا جوه في اوضه المكياج كان شايفاه بتفرج عليه، لسه ما وصلوش للحادث كذا، كان ماس كهربي ولا حادث يعني. والخسائر لسه ما اتحصلتش اكيد. بصي، هو مبدئيا حتى لو ما فيش خسائر يعني في العارضين زي ما بيقولوا او في المنتجات او كده، الحدث في حد ذاته خساره من كل ناحيه يعني. انا اتفرج على المنظر طبعا، يعني أكيد. من كل الله اللي بتكرهوا يعني مصريين، من كل الله، والمكان وفكره الامان نفسها، ويعني حاجات كتير خساره من كذا ناحيه، وربنا يستر على البلد الفتره الجايه ان شاء الله. زي ما كان متوقع، كل ما يقرب المؤتمر الاقتصادي لسه متوقع فيه. يعني ربنا يستر. خلوا بالكم، وكل واحد يخلي باله من قدام بيته، وعينينا في كل حته، مش بس يعني مصر. مش كده، في كل حته مفتحين. يا رب يحفظ مصر دايما يا رب. النهارده نتكلم في موضوع لطيف كالعاده، ده موضوع مشكله كل بيت، مشكله كل بيت، كل ومشكلة اسره يعني كل بيت. يا ترى الحوار بينك وبين جوزك بيبقى بهدوء ولا بزعيق ونرفزه وبتروحوا الاسم وحاجات كده؟ يعني مين بيتعصب اكتر، انت ولا هو؟ وده سؤالنا النهارده على الفيسبوك. سؤال بيقول: الحوار بينك وبين جوزك بهدوء ام زعيق ونرفزه، ومين بيتعصب اكتر؟ ايه رايك في السؤال بقى؟ انت ردك. أعتقد يختلف يعني. أنا لو مقارنة بنفسي مثلا، أنا لا ما بتعصبش، أنا باردة جدا يعني. ما بتتعصبيش؟ أنا ممكن يعني المحاميات يعني لا المحاميات تديله دباجة محترمة. لا لا، ده في المرافعة، في المحكمة. إنما في الحياة دي لا، فينا شوية يعني هدوء شوية. يعني زوج حاجة تانية، ما بياخدش مرافعة ولا حاجة. لا ممكن معاملة مختلفة. لا بس ولا حسب، على حسب المود يعني. الموضوع بصي، صعب جدا تتنرفزي على كل حاجه وتقعدي بقى تزعقي في كل كبيره وصغيره، وصعب تبقي هاديه على طول، وصعب تبقي هاديه. فانت بتوفري طاقتك في الطلعه الكبيره. يعني الطلعه الكبيره تبقى ازاي بقى وامتى؟ في ايه يعني؟ يعني على حسب، يعني على حسب بقى، ان هو يعني ممكن بتبقى يعني الطلعه لو يعني الموضوع فيه ستات. لا لا لا، بصي، حته الستات دي قديمه قوي يعني، من قصه بقى غيره والستات وموضوع في جواز ولا وليه ده؟ لو جوازها اتجوز حلال يعني، اتجوز مفيش مشكله. مفيش مشكله، بس انا لا، بس انا لا والله انا بحب الشريك. لا 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 لا، هي فكره الكذب. انا بالنسبه لي مش فكره انه يكذب. صح. اللي عايز يتجوز يتجوز يعني، بس يقول. وصلنا لحاجه، الكذب هو ممكن اكتر حاجه تعصب الست بس تقدرش تكمل حوار بشكل هادي ولا ممكن؟ اصل بصي، طالما اللي قدامك بيكذب فانت بتتكلمي في اتجاه غير الاتجاه، يعني خلاص بقى دخلنا في يعني يعني مش هنلتقي يعني. قول الحقيقه حتى لو بتوجع، ويعني خلاص، بس هي الحقيقه يعني. على الاقل تحترمي ان اللي قدامك بيقول لك الصراحه. انما الكذب واللف والدوران هنبدا نخش بقى في يعني في حوارات. يعني الصراحه بتريح يعني، مش هتعصب ولا هتنرفز طالما في صراحه. ممكن الصراحه ممكن الصراحه تضايق، بس هتخليكي بتحترمي اللي قدامك انه بيكلمك بصراحه. انما يخش في كذب هتبداي تعلي معاه، نفحها وجبنا نبدا بقى نعلي معاه ويعني شكل الاخر مش يعني. طيب خلينا نقول تعليقات من على صفحتنا على الفيسبوك. الحقيقه رباب ناصر رباب نصار بتقول بيبتدي بهدوء الحوار، وفي نصه يتقلب العصبية وينتهي بخناق. والله على ما أقول شيء. ممكن طبعا يعني، ممكن طبعا، لأن ساعات اللي قدامك بيستفزك. لو لقاكي هادية وباردة هيستفزك. لا دي ممكن الهدوء ينرفز، مش همام هادي، مش عارفة إيه، فيكبر الموضوع. عايز حد يتخانق معاه، شيطان. ما هو أحيانا برضو لو أنت انفعلتي، الانفعال ده هيبقى اتنين منفعلين، هتبقى تولع. هتولع صحيح يعني. طب تقري لنا بقى غاده. غاده بتقول: في الاول بهدوء، وبعد ما ندخل في الموضوع اكيد خناقه، لان الاجابه معروفه، رفض من اجل الرفض يعني، التعنت. امل عواد بتقول: والله هو كده صح حبيبتي، بيبتدي بهدوء وبعدين نرفزه، وبعدين اي حاجه قدامه تلاقيها طايره في الهواء، وبيبتدي ماتش السله. لا برضه ممكن طبعا، كل ده ممكن، كل ده وارد. في ام عبد الله بتقول: طبعا بيبتدي بهدوء، وفي نصه زعيق، وفي الاخر الضرب، ده اكيد. يا نهار ابيض، ده الستات كلها متفق على انه هدوء يعني.
مفيش واحدة بتاخد بعدها وتمشي من قدامه وساعة ما يتعصب. طيب يا أم عبدالله، ميرو عزت بتقول هو هادي وأنا عصبية، جوزها هادي وهي عصبية، والخناق بيبدأ بالزعيق على طول. بتقول ها مفيش مراحل، وبعد الخناق الصمت القاتل اللي بينرفزني ونرجع نتخانق تاني. يعني انت اللي بتبقي عصبيه يعني يا ميرو، انت اللي بتبقي عصبيه وبتوصلي الخناق وعايزه اكمل لصمت وعايزه اكمل ان هو في صمت وعايزه اكمل يعني رحمه يعني. رؤى بتقول انا عن نفسي بحب الحوار يكون بهدوء عشان اعرف اجيب نتيجه مع جوزي، بس جوزي استاذ نرفزه برضه كله بيعول يعني بيحط المسؤوليه على ان الراجل هو اللي بينرفزني. سلسبيل الحياة بتقول حسب نوع الحوار، احنا مش لاقيين رأي راجل على فكرة في الموضوع. اوقات الموضوع ما بيخلناش نتفاهم، ويعني اوقات الصوت الواطي بيبقى مش مسموع، وحسب الحوار، الحوار ده عايز صوت عالي ولا صوت واطي. يعني احيانا بتتجاهلي الرد او تردي رد تاني خالص يعني. بس انا شايفه ان مفيش راجل دخل معانا في ياسمين والهام تعليقات قريبه جدا. عايزين حد يكلمنا، عايزين نسمع الرجالة. صوت الرجل بيقول يعني مين اللي بيعصب التاني ومين اللي بينرفزه ويخرجه عن شعوره. يا ترى هي النكديه ولا هو اللي نكدي؟ مش عارفين. وما زال الحوار معانا. سؤال بيقول الحوار بينك وبين جوزك بهدوء ومزعيق ونرفزه، ومين بيتعصب اكتر؟ وخلينا طيب احنا معانا عزه. عزه مساء الخير. ايوه اتفضلي معاكي. أيوة أهلاً استاذه دينا. ازيك يا عزه؟ معاكي استاذه دينا. اتفضلي. اهلا اهلا يا استاذه دينا. ازيك يا منى؟ الحمد لله يا حبيبتي. وده يعني سؤال جميل قوي. هقول لك حاجه، هو الفتاة لو في حب، لو في حب بين الاثنين هيتستعملوا بعض. انا عن تجربه. طب ما الشباب عندهم حب بس بيتعصبوا على بعض وبيضربوا بعض. لكن في احترام يعني حب ومعاه احترام. ايوه برضه حب مع احترام. انا بقول ان الست دايما بيبقى عليها المعول الاكتر. يعني انا لما بشوف جوزي جاي تعبان متنرفز من الشغل، لو هو اتنرفز انا ببعد. برافو عليك. طب والله زي ما بيقولوا كده بتغيري الشيطان يعني. تبعدي عشان الشيطان ما يقعدش ايه ينفخ فيه. بالظبط. تمام. يعني زي ما تقولي الواحد بيستوعب، يمكن الواحد ده بمرور الوقت بيبقى الحكايه دي بتبقى على نفسيه الواحد من جوه، لانه بيشيل من جوه، ولكن بيحافظ على الاسره. بيحافظ على الأسرة وما يغلطش ويعرف ياخد حقه عشان أخد الحق حرفة، يعني زي ما أستاذ المحامين ما بيقولوا كده. مظبوط. خصوصا لما خلي بالك يا منى لما بيبقى في ولاد صعب قوي إن البيت يبقى فيه نرفزة وزعيق، لأن ده طب الهدوء ده مش ممكن ينرفز الزوج يعني يعصبه أكتر؟ مفيش تفاعل؟ لا، ما طالما أنت إن أنت بعدتي ده بيبقى عشان كده بقول لك من الاول في حب. فبيبقى صح في حب، والراجل المحترم اللي متربي انا هبعد لما انا هنفعل انت تبعد، بحيث ان احنا بعد كده نقعد بهدوء ونتناقش. صحيح. ايه اللي انا نرفزه او ايه اللي بيضايقني او ايه اللي بيضايقه هو علشان الحياه دي، لان وبالتالي هو لو سوي ومتربي تربيه كويسه هيقول والله دي ست محترمه ما بتردش، فانا برضو احترم ده واتكلم معاه بهدوء. لكن زعيق بزعيق لا بس مع يعني هتوصل بقى. اعترض ان الست اللي بترد محترمه. طب شكرا يا عزه عشان نشوف. خليني افضل دينا. دينا ايه رايك؟ لا الست اللي بترد محترمه برضو اللي بترد بتخسر بتغلط يعني يعني بتنفعل يعني فبتغلط اكيد. بتختلف اساليب الرد. انا بنت فلان وانا كذا واعمل فيك وفاكر لما عملت لك وفاكر يعني بقى. مش شرط الرد بالطريقه دي بس يعني انا بغض النظر عن ايه، بس لازم يعني احيانا لازم ارد يعني. بس في الغضب انت بتقولي حتى اللي بتتنرفز ما بتغلطش. لا ما لا مش لازم تتنرفز، هي ترد بهدوء، هي ممكن تنرفزه ممكن تشيله. ما انت بتقولي حتى اللي بتتنرفز محترمه. هتخرج عن الوقار وعن الاحترام يعني. يعني اكيد هيبقى في غلط، عشان كده الرسول قال لنا لا تغضب لا تغضب لا تغضب. اكيد توصينا ان احنا ما نغضبش ارجوكم. معانا صوت رجالي اخيرا. مين مساء الخير؟ استاذ نبيل. ايوه اهلا بحضرتك. انا بحضرتك يا فندم. ايه رايك في الموضوع اللي احنا السؤال اللي بنطرحه النهارده، الحوار بينك وبين زوجتك بالعصبيه ولا بالهدوء ولا ايه؟ والله هقول لحضرتك بصراحه، هو في معظمه بيبقى بعصبيه. صريح. معظمه. نعم معظمه لان هي 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 مش 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 بتتنرفز بسرعه، لكن المشكلة إن هي بيبقى صوتها عالي، ده طبيعة صوتها إن هي عالي وده بينرفزني.
اسمها دي مشكلة يعني طبيعة صوتها، انما مش هي بتتنرفز. يعني لا. ربنا خلقها كده صحيح لما بيبقى له حوار هادي، لكن لما بيعلى التون شوية تحس ان لا اللي قدامك بيزعق يعني. طب هل حضرتك بتراعي جزئية ان هي صوتها عالي بطبيعة ربنا؟ لا انا بتضايق بسرعة يعني، انا اوطي صوتك فما هو صوتي كده، فببدأ انا اتنرفز وبقى انا بتفز بسرعة. والطريقه دي اولاد الحلال بيقولوا لك يعني وانتوا مخطوبين ما كانش صوتها عالي يعني، كنتش فاخد وانت حبيتها على كده؟ كانتش معاها ايام الخطوبه لا. جربتها في خناقه؟ لا كده. ايه كتير ولا صوت العصب فيه سنة. لكن فعلا دي غلطه بتغلطها ستات كتير قوي، الصوت العالي ما بنوصلناش لحاجه وما بيبقاش حوار. هي على فكره الموضوع ده هي عندهم تقريبا هم كده كلهم كعيله. هو انت صوتك واطي كمان يعني؟ انا بتكلم بس اول ما بيعلى الصوت انا لازم بتنرفز على طول، صوتي بيعلى اسرع يعني. بتعمل ايه بقى؟ بيوصل لايه بقى يعني النرفزه دي وتتعصب؟ ممكن يوصل اي حاجه، لان انا بسرعه ممكن تضرب بسرعه. يقول لك اي حاجه؟ سؤال سريع. استفز بسرعه فممكن اعمل اي حاجه يعني، ممكن حاجة تضرب حاجه زي ايه يعني؟ اتخانق واضرب طب وينفع برضه تضرب ست؟ اعمل ايه؟ ما هو ده يقول لك وهي تعلي صوتها على راجل، هي حتى لو علت صوتها ده من باب يعني الاتيكيت والذوق انك ما تضربش ست يعني. يعني طبعا احنا عايزين نقول لها يعني الراجل طيب برضه وصوته واطي، ما تستغليش الحكايه يعني وتعصبيه برضه. ربنا يخليكم لبعض يا استاذ نبيل، ربنا يخليكم لبعض رغم اي حاجه. النهارده بمناسبه السعاده الزوجيه اللي احنا فيها اللي عايشينها في كلنا، في ناس عايشه في خلافات زوجيه وفي ناس بتطلق وفي ناس بتطلب الخلع. 99% في البيوت دلوقتي. فالنزاعات دي بتحصل بقى، نزاعات بيقع فيها الاطفال اللي هم اطفال الرؤيه، وده موضوع لسه طبعا يعني في مشاكل كتيرة قوي وفي ناس بتطالب بتغيير قوانين فيه. حتة ان انا اخد او اي ست مطلقة النهاردة الاطفال في حضانتها، الزوج بيجي يشوفهم، هي بتخاف ان هو لو قعد معاهم يا اما هيكرههم في الام، يا اما يعني هيكلم عليها كويس وهيكلم عليها وحش وعلى عائلتها وكذا، يا اما يخطفهم تقولك انا مش هشوفهم تاني. فموضوع لسه ما بين خوف السيدات وقلق الرجاله، انهم عايزين طبعا يشوفوا اولادهم برضه. يقول لك يعني حتى بالرؤيه وبالقانون بشوفهم ثلاث ساعات في الاسبوع بالزبط. وده مش كافي، وانا حابب ان اولادي يباتوا معايا في حضني يوم او يومين. ده حق وما بنعترضش عليه، ولما نيجي نبص من الناحيه الانسانيه حق الراجل ان هو يشوف ابنه وبنته ياخدهم وجدتهم تشوفهم وعمتهم ويسافروا ويصيفوا كل حاجه. وده حاجه كويسه للطفل انه يعيش في وسط حياه طبيعيه. بس تعالي على الناحيه الثانيه، برضو الست معذوره علشان تيجي تقولي لها خليكي حسنه النيه وسلمي الولد، وممكن من غير اي حاجه رؤيه ولا حاجه اذن محكمه. على فكره حكم الرؤيه مش هو الازمه. المشكله انه لو اخذ الولد عشان ترجعي الولد تاني، ده مصيبه. حتى لازم وهي هنا هتبقى معهوش حق الرؤيه، بس هي بتوريه له محبه كده. في نسبه كبيره من الناس لا في نسبه كبيره من الناس اللي عمليه عمليه اخلاق. في ناس اكيد هي في الاول واخر اخلاق. في ناس بتتفق ان هو هيشوفوه امتى، ده هيروح ده يجي طبعًا. والحياه طبيعيه جدا ومفيش التنشنه دي. صحيح. فالطفل بيعيش سوي جدا وحتى بيسافر وبيرجع. وما بيروحوش المحاكم اصلا، وما بيروحوش يعني المحاكم لان الامور بتخلص عنده تعنت في الطلاق او حاجه. انما تعالي حطي نفسك مكان ست من البدايه لما طلبت الطلاق، عمل لها انذار طاعه علشان يسقط حقوقها ونفقتها وكل اول مراوغات ومخارج، او عمل لها قضيه زنا، اخترع لها قضيه زنا علشان يسقط عنها حضانه الطفل. تفتكري ان هي لما تتلخم في القضيتين دول وعلشان تحمي نفسها وسمعتها تثق فيه بعد كده ان ده أولاد؟ هيعمل حاجه يبقى كويس مع الاولاد؟ كان بيقول قدام الناس طيب ما لما يطردها لما اصل المشكله مش فكره الرؤيه، هاتي الموضوع من اوله. ولما يطردها من البيت وما تبقاش بتقعد مثلا ست شهور عشان تاخد تمكين شقه اللي هي المفروض يقعد ابنه فيها مش طبعًا. يقعدها وغير النفقه بقى طبعا. ده احنا لسه كده بنتكلم في البدايه. هل السلوك الراجل ده يخلي ان الست تثق انها تديله الولد؟ لما يكون طب لو حصل وخطفوا بقى، هنا بقى بيحصل بتقولي هتتعب دي مشكلة. ايه المشكله دي؟ ممكن تقعد 6-7 سنين عقبال ما تجيبه. اولا لازم يبقى معاها حكم نهائي بات ما عليهوش استشكال، علشان النيابه تبدا تتحرك، علشان النيابه تقدر تعمل لها الاجراءات القانونيه في ترجع الولد، ويكون معاها حكم حضانه وضم الولد وتعالي بقى في التنفيذ. وممكن الحيل الثانيه يجيب لها الولد يقول لها ده مش ابنك، ده مش هو ده ابنك، مش هنا، لا مش موجود، لا ما خدناهوش، طب ايه اللي يثبت انك جبتيه؟
في امهات كتير جدا بتقعد بالعشر سنين بعد اللقطه بتاعه اخدان الطفل دي ما تعرفش تجيب ابنها تاني. صحيح. وزي ما بتقول دينا في يعني قد ما في نساء كتير خايفه جدا من تعديل القانون ويسهل غدر الازواج بيهم وكده، في على الجانب الاخر رجاله بتطالب انها تشوف اولادها وده حقه الطبيعي جدا. وسؤالنا النهارده اللي بنطلقه على صفحتنا على الفيسبوك بيقول هل تعتقد ان قوانين الاحوال الشخصيه انصفت المراه فعلا اكثر من الرجل ولا لا؟ وده هنعرفه في حوارنا مع ضيوفنا عن حق الرؤيه وما زال النزاع مستمرا، استاذه فريال حسن المحاميه بالنقد، والاستاذ ابو زيد عبد المقصود، واستاذ تامر فاروق. وبعد كده يدينا بقى هيبقى عندنا فقره المطبخ يوم الاربعاء اللي معانا الشيف محمود. اجنحه بفراخ بالليمون وفطاير بالبرق والقشطه. شوفي شكلها جميل ورائع، تخن شويه فطاير فطاير قشطه مبوظ الدنيا كل يوم اربع. هيبقى حلقه فقره ان شاء الله متميزه محمود وهتنورنا. في تقرير عندنا، تقرير عند عن اكاديميه التجميل او الجمال في المستقبل نشوفه ونرجع بعد الفاصل نلتقي بضيوفنا ان شاء الله. الاطباء الغير مؤهلين والاعلانات مدفوعه الاجر على الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي اتسببت في تراجع مجال التجميل واختراقه، وعشان كده الاكاديميه المصريه للتجميل النهارده قررت انها تتواصل مع كل الاطراف وترجع مجال التجميل في مصر مره ثانيه. المؤتمر بداية إنشاء أو تدشين الأكاديمية المصرية للطب وجراحة التجميل، وهي حدث غير مسبوق في مصر قبل كده، وهي بتشمل أساتذة من جميع القطاعات لجراحة التجميل والأمراض الجلدية المهتمين بطب الجمال، الجيش والجامعات ووزارة الصحة. أهم أهداف الجمعية إن احنا أولا عاوزين نرجع السياحة العلاجية تاني. أولا التجميل بقى من أكتر الحاجات المشهورة في العالم كله، فإحنا لو قدرنا أن احنا نجتذب السياح ترجع تاني سواء من العرب أو من أوروبا وأمريكا أن هم يجوا بجونا الجميل ده ويعملوا عملياتهم هنا، دي هتبقى حاجة ظريفة جدا. حاجة تانية من الأهداف بتاعتنا أن احنا عاوزين نعمل نوع من الأمان للناس اللي بيعملوا العمليات هنا. أكتر حاجة بتزعجني لما بيجي مريض أو مريضة وشه متشوه أو رجله متشوهة أو رجلها متشوهة بسبب حاجة خاطئة عملها حد غير متخصص في هذا النوع من العلاج، وهي طبعا مع الأسف فيها إغراء مادي جامد للي بيعمل الحكاية دي، والمريض يعني ما عندوش الخلفية الكافية إن هو بيشوف حد في التلفزيون، وانتوا يعني من الناس المساهمة في هذه العملية مش سي بي سي على حد ذاتها، إنما الإعلام سواء المقروء أو المرئي لما بيظهر أي حد الناس بتبقى متوسمة إن في مصداقية للكلام اللي بيقوله، ومش دا مش دايما بيبقى ده الحقيقة. ده يوم يعني عظيم جدا بالنسبة لنا، بيجتمع نخبة من الأساتذة المتخصصين في جراحات التجميل وما يتعلق بموضوع جراحات التجميل، لأن لابد لنا اليوم أن يكون لنا إطار حاكم، من خلال هذا الإطار بتنتج أو بنصل إلى الممارسة الطبية السليمة اللي هي بتصب أساسا في مصلحة المحتاج أو مصلحة المريض. وضع أسس الممارسة الطبية في هذا التخصص الدقيق، وضع أسس المراقبة، استحداث الأدلة الاسترشادية التي من شأنها لابد أن يتعامل بها الطبيب المتخصص في هذا المجال. نحن كحكومة ندعم هذا الاتجاه، وندعم أيضا إحياء دور الجمعيات العلمية والمؤسسات العلمية اللي هي بتخضع لإطار محدد بيحدده القانون، وفي نفس الوقت بتضع أدلة استرشادية لابد أن يسترشد بها الطبيب المبارس، وتصب أيضا في مصلحة المريض. حديث مستمر وساخن جدا في الأوساط الحقوقية عن بسبب موضوع قانون رؤية الأطفال نتيجة الخلع أو الطلاق. الأب بيشتكي، عايز يعني بيشتكي إن القوانين ما بتديلهوش حقه، الأم بتخاف في الرؤية ياخد الولد يخطف الولد، والضحايا 12 مليون طفل ضحايا الطلاق والخلع. خلونا نتكلم، موضوع مهم جدا جدا، وخصوصا رغم إن معانا أستاذة دينا طبعا محامية كبيرة، لكن معانا الأستاذة فريال
الحياه الحسن المحاميه بالنقد. اهلا بحضرتك استاذ ابو زيد عبد المقصود. اهلا بحضرتك في الطلاق. اهلا وسهلا. واستاذ تامر فاروق. اهلا بحضرتك. طبعا عرفي بقى خلينا نبدا بنسمع المشكله منكم الاول بعدين نشوف الراي القانوني مع الاستاذه فريال. استاذ ابو زيد ممكن تحكي لنا كده يعني ايه المشكله اللي انت بتواجهها في الرؤيه تحديدا؟ تحديدا انا حريص على حق بنت المعنوي ده اولا، ان الحق المعنوي في نظري ما يقلش اهميه عن الحق المادي، وبعتبره هو افوق من الحق. لان الانسان لو معنوياته ونفسيته سليمه هيطلع عضو صالح في المجتمع. طب الاول انتوا طلقتوا خلع ولا طلقتوا؟ لا طلق، هي طلبت الطلاق على الابراء يعني. هي اللي طلبت الطلاق وانا حققت لها رغبتها وطلقتها على الابراء بناء على طلبها. ما عاندتش ولا اي حاجه؟ لا 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 والله، وخدت تمام. قائمه منقولاتها كامله تمام. وما فيهاش حاجه ناقصه خالص. ودت لها نفقتها ومؤخرها، حتى مصامير فكناها يعني ادينا لها في كيس من كل احترام. ودت لها النفقه والمؤخر وكله. حضرتك كان في طلاق على الابراء يا استاذه يا فندم. الابراء على الورق حاجه وانك تديها بينك وبينها حاجه الشرعي حاجه. ارتضت بمخالصه، ارتضت بمخالصه. انت عندك اولاد ايه؟ انا عندي ساره، بنت ساره. ساره عندها 6 سنين. تقصد الأستاذة نفقت البنت يعني؟ لا ما هو احنا هنقول مرحلة لسه هي كانت النفقة اللي بعد الطلاق. فما خذ بقى هي طلبت النفقة، عرضت عليها النفقة بعدها مباشرة بعد البنت. هي طبعا عدت الزواج سنة يعني، فهي ما كانت البنت عندها سنة يعني تعتبر يعني. عرضت النفقة ودي رفضت النفقة. اضطريت طبعا هي ترفع بقى أول إعلان كان يجي لي في حياتي يعني. أنا أصلا ضد المحاكم عشان تبقى عارفة لا أسرة ولا غيرها. أنا ما بحبش محاكم ولا بحب إن عمري دخلت اسمه بليس عشان أعمل محضر امتناع عن الرؤية ده. طب جالك الاعلان بقى عملت ايه؟ طبعا رحنا المحكمه وعرضنا واتحكم علينا عادي، وطبعا كله حسب ساعته يعني. معروف النفقه دي بتقدر حسب ساعه يعني القاضي بيحكم على مستندات اللي قدامه. وانا موظف حكومه، موظف الحكومه ده معروف بيجيب مفردات مرتب، لا هيحط شمال ولا هيحط يمين، هو ده التحري بتاعه الاستاذ بتاعه. لا اكتر من اللي انت كنت مديه لها ولا؟ لا والله انا عرضت هو نفس المبلغ. طيب بس هي طبعا خدته استأنفت، ما اقتنعتش طبعا بالموضوع فطلبت زياده وزادت. كل ده جميل خلاص، خدت نفقه وزياده. احنا مش بنختلف عن النفقه، اختلاف عن الرؤيه بقى. لما انسان في سنه 2009 يعني بنته عندها سنه او سنتين ويتحرم حرمان كامل منها، اقسم بالله هي جت ضحكت عليا. ما كنتش عارف محضر تصويت منازعات، ده لسه بقى الواحد تلميذ مش عارف دلوقتي بقينا محامين دلوقتي. فروحنا مكتب التسويه، ايوه اتصالحتوا يا جماعه اتصالحنا، طب اعملوا عقد ختم النيابه. ختمنا العقد ايه؟ مصالحه ان احنا هنشوف الرؤيه في نادي اللي حددته كان نادي الطلبيه. تمام. اروح سنه محله سنه، معتقد ان ده حكم ان هو ما تسويه. ده مش حكم يا استاذ، ده محضر تصالح. وانا بقول لحضرتك ان من نيه الشر مش متوفره، او يعني سوء النيه مش كانش عندي انا اساسا يعني. الواحد كان بيتعامل يعني هو اصلا الطلاق يعني زوجة والدي قالت لها ما تطلقيش وما تطلقيش بس في رعايه البيت عشان تطلع البنت في عيلتنا يعني، مش عاوزه اطلق بس. طبعا هي هو الطلاق كانت عشان اختلاف عادات وتقاليد. هي ليها هويه تفكير اجتماعي مختلف وانا تفكير اجتماعي مختلف. انا ريفي شويه في الطب، وهي من نوع يعني عندهم مثلا حد توفى ما علينا من خلينا في الرؤية ما تدخلناش. طيب فروحت سنه ب 38 جواب يعني، كل ميعاد الجمعه بيبقى كل جواب، كل جمعه جواب 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 في نادي التربيه. ده ايضا المحامي اللي بيقيد الرؤيه هناك يعني ربنا يمسيه بالخير ده بيقول لي انا نفسي اقابل الام دي بس اسالها سؤال واحد يعني، هي ما بتجيش بالطريقه دي ليه؟ ده لو حكم كان سقط عليها الحضانه. طيب المهم طب قبل ما نسال تامر نرجع للاستاذه فريال وتعلق على حاجه حاله بحالتها يعني. في طبعا ايه حكايه محضر التصالح ده والاب فعلا يفضل رايح جاي؟ ده كويس ان هو استمر. عندنا في تعديل الاحوال قانون الاحوال الشخصيه عملوا محاكم تسويه مشاكل الاسره. عموما المكاتب دي ملهاش لازمه اصلا خالص، الله يعني سامحوا العمل للي قاعدين فيها. تروحي تلاقيهم بياكلوا بيشربوا بيشتغلوا التريكون وبيطبخوا يمكن في المكتب كمان شويه. فما هم ملهمش لازمه، بس لازم تعملي عشان بتعملي هذا الاجراء، والا الدعوه قدام المحكمه تترفض شكليا لو انت ما لجأتيش لمكتب تسويه المنازعات. فتسويه المنازعات دي هو مفروض معاه سلطه انه يحط لك على الورق الصيغه التنفيذيه ويختمها وتنفذ. بيعملش ليه كده؟ بيعمل كده، بتتختم وتاخد صيغه تنفيذيه. بس بعد كده نفاجئ انها في كل الاماكن محدش بيعترف بيها. طيب يقول لك لا روحي ارفعي دعوه. فلازم يرفع دعوه رؤيه. رؤيه طب هنرجع لحضرتك تاني وهعلق على حاجه في القانون بس. نكمل مع استاذ تامر يقول لنا ايه مشكلته. انا مشكلتي حصلت من سنتين.
انا مشيت، اهلها كان في تدخل من الاهل ومشيت، ما بشوفش الاولاد، عامل رؤيه. عندك اولاد ايه؟ محمد واحمد. قد ايه عمرهم؟ 5 سنين و3 سنين. انت طلقت ولا ما طلقتش؟ لا، هي رفعت معها طلاق في المحكمه ولسه كسبها. كويس. يعني هو لما اترفعت عليك قضيه طلاق ما طلقتهاش ليه بالادب وخليته الحياه وديه كده؟ كنت حاطط امل الامور تتصلح. ماشي. يعني ساعات الراجل يتحج يقول لك عشان يمكن ترجع في كلامها. ستات برضه اولاد العشره العشره ولسه لغايه الوقت بحاول الامور تتصلح. وبعدين بعد ما خلصنا الطلاق في المحكمه ورفع نفقه ولسه محكوم فيها برضه. يعني ما كنتش بشوفهم يعني خالص. يعني انت ما طلقتهاش وما بتصرفش عليها وما بتصرفش على العيال؟ ما انا لما بشوفهم وزعلان، وزعلان ان هي عملت كل الحاجات دي وانت متضايق ان ما بتشوفهمش. ما عملتش انت بقى طلب رؤيه ولا لا؟ عامل الاجراءات. كويس. دفعت النفقه؟ يعني هي خدت حكم بنفقه؟ دفعت النفقه. لا لسه في استئناف. لسه هيمضي. لسه ده شغلكم انتوا. مشكله انه ما بيتنفذش الا بعد الاستئناف. يعني انت ممكن تنفذي الحكم الابتدائي بالنفقه. كويس، بس بتنفذيه فين؟ تروحي تحجزي على بيته مثلا على عفش. ولا وكاتب البيت باسمه بقى واسم ابوه. ايوه، وبيعمل يعني بيلف ويدور في مخارج. انما عشان تعملي يا حبس يا دفع لازم بعد الاستئناف. فطبعا ده غلب كبير على الأطفال. أنا ما يهمنيش الأم ولا الأب، أنا يهمني الطفل ياكل منين ويشرب منين ويعمل إيه. لو هي ما معهاش فلوس يتصرف. طيب إزاي؟ أنا إزاي الأب بينام خليني أسألك. وحط راسه على المخدة وبعدين يقول لك الرؤية. أنت موفر لها شقة حضانة؟ لا طبعا. لا لا. وعايز تشوف الولاد ده انت يعني عايز تشوفه؟ يعني مش رامي الولاد في الشارع؟ لا مش تمام. يعني انت مش جايب لها شقه حضانه للولاد يقعدوا فيها ورميهم في الشارع؟ اهلها مع اهلها. والمفروض مين اللي يصرف عليهم ويسكنهم؟ ما انت اللي وديتها من المحاكم الاول. يعني مش كل بنعرض القانون هنتكلم. بتاخد اجر المسكن مثلا 100 جنيه افترض ان هم يقعدوا 150 جنيه. طيب خلينا نكمل. كمل يا استاذ. ولغايه دلوقتي يعني ما بشوفش. اخر مره شفتهم امتى؟ كنت يعني بالود، كان الاسبوع اللي فات. يعني يعني بالود ده، هي يعني هي بتسمح لك تشوفهم بالود؟ شو رحت لهم يعني. يعني الست مش متعنته هن؟ انت اول مره يعني. طب وليه؟ ليه 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 اللي خلاها يعني تخليك تشوفهم من غير حكم ومن غير اجراءات؟ ما هي بقى مش موافقه اللي يحصل صلح كده، وانا عايز اصالح يعني عشان الاولاد. انت بتكمل في المحكمه عشان برضو؟ انا مش عايز محكمه برضو في الاول. انا ضد المحاكم يعني. كنت بس عايز هي بتخلي طيب وريتهم لك فين؟ لا انا رحت لهم يعني. رحت وشفتهم بيت اهلها وبيت الاهل وكده يعني. ده الصح. طيب هو ده الصح. وبنفسها من غير حكم من غير اجبار هي الست من غير حاجه يعني. وديتهم فلوس برضه. شفت؟ ربنا يهديك. استاذه فريال بتقول هو ده الصح. هو ده اللي المفروض يحصل. ده المفروض يحصل. المشكله ليست قوانين ولا تعديل قانون. اخلاق. المشكله هنا جوه. صحيح. هنا مش ممكن. انا بقول كل قانون يا فندم ليه ثغرات. مش ممكن انا بقدم السبت ما الاقيش الحد. مش ممكن انا اروح اخبط على البيبان واقول لهم ازيكم فلوس اهي وهم ما يفتحوش الباب ابدا. صدقيني المشكله هنا بتكون مجروحه. بتكون شايله الليله كلها. بتكون بتصرف كله. واقول لك الرؤيه بقى امام القضاء، الرؤيه لا ترتبط بالنفقه. ما تصرفش انما تاخد حكم رؤيه. فطبعا الست بتتغاظ. الرجل معترض عندنا. اتفضل استاذه. استاذه في ريال بتقوله ده جميل ان هو التغاوت، ولكن دلوقتي حضرتك في بنقول حضرتك طلاق. العلاقة أصلا لو كانت زي ما الأستاذة فريال بتقول بالتراحم والتراضي ما كانش هيتم الطلاق أصلا. لأن الطلاق ده طلاق بالود وبالتراحم برضه. أنا بالنسبة لي ما فيش تراضي. أنا حضرتك الظابطة كانت ظابطة جيش حاسمه غابته، كانت حاكمة معلش البيت بتاعهم بقى وكلام من ده. حضرتك أنا جبت لاعب اللي هي الجدة دي كسرت اللاعب قدامي، وده كان سبب إن اشتبكت في خناقة معاها ودخلنا في قضية جنح ومشاكل. بعد كده يعني عشان كده. مين اللي بدأ الجنح دي برضو؟ هم زوجة هو ولا معلش جه اخوها في مركز الشباب وجي يعني شتم وماسك في خناقي. اضطرينا ندخل في جنحة ومشاكل طبعا وشتم. طيب. وسب وقصد. يعني انت رحت مركز شباب بعد ما نحول هذا الشك الثاني بعد ما عملنا بقى خدنا الحكم اللي هو الشرعي الملزم والسلطة التنفيذية. إيه؟ قعدت ده بعد مركز ملزم بايه؟ بالرؤية. بالرؤية. طيب. غيرت بقى هي النادي الطلبية نقلته مركز شباب العمرانية.
ماشي. فروحنا بقى قعدنا 3 شهور ما تجيش، لغايه بقى ما حطينا انذار بنقل الحضانه، واتت بقى. كان عمر البنت 3 سنوات. طيب يعني اب ما شافش بنته 3 سنين. خليني اسالك سؤال استاذ ابو زيد، بما ان انت ساره رانيا وفاء، يعني ده شيء حاله شاذه. طيب بما ان انت دخلت مركز الشباب وشفت ده، يعني انتوا الاثنين ما دخل ما يعني ما انت ما عشتش الواقعه دي بنفسك، انك شفت طفلك في مركز الشباب، انما كان الاخرين موجودين. تقصدي حضرتك الناس اللي حواليك واخدين نفس الحكم؟ ما هو مكان الوجيع المصري، يعني احنا في مصر دلوقتي المشاكل، مش عارف، مصر كلها مشاكل موجوده لكن حلول ما فيش. طيب انا عايزه اكمل نقطه بس هناخد تليفونات، يعني كنت عايزه اكمل معاك كل الاطراف. يعني ايه غيرت المكان؟ ده مهم برضه. هي بتشحطط، هي اللي غيرت. مش انا ماليش في التعزيل. اتعزلت اتعزلت، لازم يبقى شو بنقول الصراحه. المكان هي بقى البيت ده مش عاجبني، عايز المزاج. هي مش بتعمله بمزاجها، هي مسكينه. اي واحده مسكينه بتتعايش مع القانون الظالم. هو طيب. القانون ده فوقها فوقها وفوقي. هنرجع للقانون ده. طيب معانا مشروع القانون الجديد ان شاء الله. الو الو، ايوه سهام. ريهام، اهلا اهلا وسهلا. اهلا بيكي، اتفضلي. مدام منى، انا عندي مشكلتي كبيره جدا معاكي استاذه دينا. طب اتفضلي اتفضلي. انا مشكلتي بدات ان انا كنت متجوزه واحد بخيل جدا، تطاول على والدي ووالدتي، كان مبهدلني. كنا عايشين بره البلد اساسا، طبعا مش قدام اهلي وقدام عينيهم. اللي حصل ان جيت هنا كان حصل لي مشاكل في الحمل، اضطريت انزل، سبت حاجتي كلها، ذهبي وهدومي، كل حاجه ممكن حضرتك تتخيليها. جيت بعد كده تطاول على والدي ووالدتي في المستشفى، فاضطريت ان انا طبعا كده اخر ما عندي، طبعا كنت بتشتم، كنت اتهنت كتير جدا، رفعت خلع. من يوم ما ولد انا ابني دلوقتي عمره 8 شهور ما فكرش ان هو يسال عليه. الخلع على طول اول خطوه ولا حاولتي كده في الدخل؟ حاولت طبعا ان انا اخرج بالمعروف علشان خاطر الطفل. بالظبط، علشان ده طفل ملوش اي ذنب في الدنيا. صح. ان هو يتبهدل او يتحرم من ابوه، لازم حتى لو في انفصال الام والاب لازم يكونوا ما شافوش مع بعض. من ساعه ما ولدتي يحترموا بعض. ما شافش الطفل من ساعة ما اتولد؟ ما شافش الطفل، يعني يدوبك 3 أيام وما عرفتش عنه بعد كده حاجة. هو ما طلبش يشوفه؟ لا ما طلبش يشوفه. ولا بيصرف عليه؟ ولا بيبعت لي فلوس ولا أي حاجة خالص. ولا جد أمه ولا أبوه ولا جد أهله ولا أي حد؟ أنا رفعت خلع كمان لسبب إن هو كان بيذلني، يعني كان بيقول لي ابنك ده أنت مالكيش الحق فيه، أنت مجرد واحدة شايلاه مش أكتر. يا نهار ابيض، انتوا الكلام ده من قد ايه؟ يعني انا دلوقتي متجوزه كان بقالي سنه ونص. حصل بقى دوت لما حملت وكده، وابتدى بقى يظهر على حقيقته، يعني هو واحد مش بتاع بيت. جه بعد كده رفع عليا قضيه طاعه. طب ما انا كده متنازله عن كل حاجه، طب انا طلبتك بس بهدومي، حتى الذهب بتاعي انا مش عايزاه، لا انا جايه بيه من بيت والدتي ووالدي. وحصلتي على الخلع ولا لا؟ افندم؟ حصلتي على الخلع؟ لا لسه، انا لسه شغاله في القضايا. راح بعد كده هو عامل لك انت بيتي، انا البيت بتاعي مفتوح ليك في اي وقت، بدل ما الولد يتبهدل في مركز شباب وكده او نادي او اي حاجه. لا ما هو مش عايز لا هو مش عايز كده، هو عايز يحرق قلبها، ياخده بره. ما خصوصا من الاول في اهانه يا دوب، يعني استاذه فريال. طب لكن انا طب اسمحوا لنا، احنا بنشكرك اولا، اسمحوا لنا نشكر ريهام ونسمح لها، يعني نسمحكم بس ناخد تليفون كمان قبل ما يقعدوا على التليفون كتير. ايناس مساء الخير. مساء الخير ايناس. طيب ايناس يظهر مش معانا، فاسمحوا لنا. طب نطلع البريك صغير قوي قوي، نرد بقى وناخد راحتنا في الرد ونتكلم على النزاع اللي مازال مستمر على رؤية الأطفال. نظر بعض الرجال اللي طلقوا زوجاتهم انه في عيوب في قانون الرؤيه للاطفال بعد الطلاق، وفي مطلقات بترفض التعديل ده، اللي شايفه ده مش في مصلحتها. خلينا نرجع لضيوفنا الاستاذه فريال حسن، محاميه بالنقد. كان في تليفون من الاستاذه ريهام اللي قالت طلبت الخلع بعد سنه ونص وما بيصرفش وحاجات كتير، وما بيطلبش يشوف ولاده. بالظبط، تقولي له ايه؟ اولا
يعني انا لاحظت لوجودي في الحقل ده ان انا محاميه ومن مكتبي، لاحظت ان 80% من السيدات بيشتكوا ان الراجل مش عايز يشوف عياله. يعني اللي بيعملوا المشكله دول دي ظاهره دي ولا يعبرهم، يعني ما كانوش كده رجاله، هو بيبتدي حياه جديده لان المراه جزء، المراه والاطفال جزء من حياه الرجل وليس كل حياته، انما بالنسبه للمراه فهو كل حياتها. واحده جات لي تقول لي ارفعي لي قضيه عليه الزميل انه يجي يشوف الولاد. والله واحد كاد يعني يبكي. زمان كنا نسمع يقول لها لما تتطلقي مش هتشوفي الولاد. كاد والله كنت ابكي من الكلمه. قلت لها يا ريتني الاقي حاجه في القانون تساعدني ان انا اعمل كده، ما اقدرش. وعشان كده انا بقول كله من جوه من هنا. هتجيبي له قلب منين؟ يعني هتجيبي له قلب منين؟ مكبر دماغه. هو خلاص كبر دماغه وهو بيرتاح بقى. هي ايه؟ عادة الراجل لما بيحس ان الام اللي قدامه والست اللي سابها هي شايله الدنيا بيسيب وامينه على الولاد وشخصيتها قويه كويسه فبينام وهو مرتاح. فعلا اتقالت لي يا فندم والله باكتر من واحد بيقول لي انا لو عندي شك ان الام مش هتعرف مش كويسة تشيل ومش كويسه كنت انا تدخلت، انما ما دام الام كويسه كانت ذنبها ان هي كويسه. ذنبها انها كويسه. ده الذنب الحقيقي، تشتغل وتصرف عليهم وكذا، تشيل الليله بحالها، تذاكر وتودي المدارس وتجيب وتدفع المدرسين وتاكل وتشرب وتلبس وتروحي الرؤيه كمان بالمره. عندنا تامر هو يعني عايز يرجع لها، هي مش عايز تتصالح. ده يعني شخص الرجوع حاجه والطفل حاجه. هو عنده من جوه قلبه بيدق عشانها. فعشان كده بقول لك كله من هنا طبعا، كله من هنا. هي لو لقيتك حنينه على الولاد هترجع، لو لقيتك كويس واللي هترجع. واللي باقي على مراته من هنا. والراجل بيتوتي عشان ان شاء الله نصالحكم النهارده. والراجل بيتوتي من هنا، والراجل ما فيش ستة هتسمع انها تشيل المسؤوليه مش بتاعتها يعني. كويس. انا ما بقولش ان النساء كلهم ملائكه، لا ولا شيطان، هو مش كده. لست شيطانا ولست ملائكه. يعني في النهايه استاذن حضرتك معانا تليفونات قبل ناخدها. الو اميره. ايوه مساء الخير. مساء النور. والله المفروض يعملوا قانون ان هم يجبروا الراجل يشوف عياله. يعني انا مطلقه تقريبا بقالي 9 سنين، وبنتي كان عندها حوالي 3 سنين. صح. كنت بتحايل عليه ان هو يشوفها. ولا مره شافها؟ ولا شافها مره وما جاش تاني؟ لا بصراحه شافها مره، كان يوم 23 قبل الثوره، راحت قعدت اسبوع كرهت تروح تاني علشان كان بيسيبها مع يعني انت كنت بتوديها؟ اول مره طلب يوديها انا وديتها. يعني بيسيبها ايه؟ كان بيسيبها ايه؟ بيسيبها كان بيسيبها هي جدتها اللي طلبت تشوفها. تمام. هو وبعد كده ما طلبش ولا ايه الحصل؟ مش لا ما طلبش. والبنت نفسها تروح ونفسها تشوف اخواتها. انا عايزه اقول لك ان هي وصلت بيها ان هي بتقول انا بابايا متوفى. يعني انت نموذج معتدل وبتخليه يشوفها. بس هو مش عايز يعني عند والدته. الراجل اللي بيحب مراته اللي طلقها وبنته بيحب الولاد، بيحب ولادها. طب ما ممكن يا فندم ما يحبش الزوجه بس يحب ولادها. واللي ما بيحبهاش واللي كان متضايق منها اميره يمكن اتجوز. ارميها. اتجوز ولا حاجه؟ اتجوز. بتقول لك بيروح يشوف، عايز اشوفه. كان متجوز. هو كان متجوز قبل ما يتجوزني، وانا اكتشفت ده ساعه كتب الكتاب. واحنا في بلد فلاحين، فما ينفعش ان انا ارفض فجاه. ده الموضوع معقد. فاجبرت. فيعني والدي اما ساله طب انت خبيت ليه؟ قال علشان ما ترفضش تتجوزني. طب ما ترفضش يعني بيحبك يعني. بيحبني. ايوه كان بيحبني وكل حاجه وما كانش. شكرا يا امير على تليفونك معانا. اول تليفون هناخد راي رجل غيركم عشان نبقى منصفين. لا انا قلت الاستاذه الحاجه بس. حاضر ثانيه واحده. استاذ احمد مساء الخير. مش متحيز يعني. الو. ايوه مساء الخير يا فندم. مساء النور. لو سمحتي انا بس يعني كنت عايز اتكلم في جزئيه. اتفضل. الا وهي ان ليه احنا بنحمل ان الراجل هو اللي مش عايز يشوف ولاده؟ في ماده في القانون تخلي ان الراجل قادر على ان هو يشوف ولاده الا لما يرفع قضيه واثنين وثلاثه عشان يشوف لا احنا بنتكلم على ان هو برغبته مش عايز يشوف من غير قانون من غير حاجه. هو مش عايز وما بيتصلش وما بيطلبهمش. البعض يعني في بعض بيبقى مش عايز خالص. بس خلي بال سعادتك ان الغالبيه نتيجه القانون بتاع الرؤيه الحالي
هم غير قادرين الرجاله على انهم يشوفوا. ليه؟ عشان الاجراءات يا فندم ولا عشان الطريقه نفسها؟ الاجراءات والطريقه سخيفه. ايه المشكله يا فندم؟ يا هانم حضرتك مريت بالظروف دي يا فندم؟ اه طبعا يا فندم. طب احكي لنا ايه المشكله بالظبط؟ لا هي المشكله ان السيده لما بتحس ان في قانون في ايدها قادر على ان هو يديها كل الحقوق ويمنع عنها اي مساءله او ان هي مش مخلياني اشوف ابني. حضرتك طلبت تشوفه وهي رفضت؟ اه يا فندم. يعني بطريقه وديه حاج بتصرف يعني عليه بتراعيه؟ اه طبعا. ومش حابب الطريقه القانونيه؟ اكيد يا فندم. يعني حضرتك يعني موفر لها سكن للطفل او بنتي للمحكمه عشان ما انا بس اسال حضرتك سؤال، حضرتك موفر لها سكن للطفل ونفقه وكل الحقوق وهي برضه ممتنعه ومتعنته على الرؤيه؟ يا استاذه هو لازم الولاد يروحوا محاكم ولا بياخد اذن يشوفهم بس؟ لا ما يروحوش المحكمه، ما يروحوش مركز، لكن هتاخد اذن تشوفهم. ممكن انت حاسس ان الاماكن بتبقى يعني ممكن يبقى غير لائقه يعني. غير لائقه يعني انت مش قادر حتى تتعب عشان تشوف ولادك، مش راضي تتعب عشان تشوفهم. طب ما حاولتش تجرب مع الاهل والناس وتدخلات الاصدقاء انها تخليك تشوفهم؟ اعتقد يعني المرحله اللي احنا فيها الستات واضح انها بقت يعني شد حيلها شويتين. احنا ما فيش في ايدينا حاجه والله غير ان انا نفسي اقول لزوجة حضرتك لو بتسمعنا دلوقتي يعني ما تخلوش الاولاد يعني درع انتوا بتستخبوا وراه وتقاتلوا من وراه وهم في الاخر هم الضحايا. طيب معانا تليفون تاني. معانا مين؟ استاذه ليلى. استاذه ليلى مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بيك يا فندم. والله العظيم ان انا بقول لك الحق. اتفضلي. اتفضلي يا حمزه. اللي حاصل ان كان ابني ست شهور وبعدين جت الولد تعبان وانا كنت عامله عمليه منظار في رجلي وقاعده في البيت وسط التلفزيون. اه بالظبط برافو. قاعده في البيت ليه وانا في الدور الثاني؟ لان يعني جت من بيتي لبيت اختي علشان هي المنظار ما اقدرش امشي، فرحت قعدت عند بيت اختي تحت وهي مراتبني فوق. فالولد عنده برد، اديته برتقانه يعني اديته عصير برتقال. ليه وليه؟ ضربت الدنيا وكسرت الدنيا وراحت طبعا قفلت عليها الباب الشقه فوق. انا ما احنا ما نعرفش بتعمل ايه. ده حصل طلاق ولا لا؟ من اولها لاخرها شت وصيفي. حضرتك حصل طلاق؟ ما حصلش طلاق ولا حاجه. مفيش حاجه يعني مش بتخليكي تشوفي الولد؟ يعني حضرتك مرات ابنك منعاكي تشوفي الولد؟ فجت لمت هدومها ومشيت، وقبل ما تلم هدومها بعتت جابت اختها وابوها وامها والعالم دي كلها وراحوا عملوا لي محضر في القسم. وده عشان برتقالة؟ عندي من المستشفى شهادات ان انا عامله في رجلي كل ده عشان البرتقال حضرتك؟ طبعا واضح انه العلاقه يعني بينها وبين جوزها من الاول متوتره يعني عشان سقيتيه شويه برتقال عملت كل ده؟ في احداث تاني بعد كده بعد ما مشيت وخدت بعد كده مشيت فروحنا نصالحها وقت خالص عنها. اه فلما رحنا نصالحها قالت لا طب سيبوني شويه. سيبناها شويه بصينا لقيناها رافعه قضيه تخلح. كنت عشان البرتقال؟ لا هو الموضوع لا فيه اكيد حاجه غير البرتقال. شكرا. قضيه خلق. طيب يا بنت الحلال تعالي تعالي مش عاوزه ترجع. طيب سيبناها راحت قضيه الخلق رفعتها. طبعا رفعتها ابني كان جايب كل حاجه، جيت انا اللي كسبت قضيه الخلع انها ترد لي الحاجه وتتطلق. قعدت في المحاكم على المده دي 3 سنين. في الاخر انا قلت انا هربط ابني خلاص، هي مش عارفه تتكل على الله تتكل على الله. اثناء الفتره دي عملت رؤيه عشان اللي بيقولوا ما بتعمليش رؤيه ليه؟ عملت رؤيه. حصل ايه بس؟ وخدت حكم بالرؤيه. بقى كل ما يروح النادي تعمل له خناقه ويطلع على الاسم يعمل لها محضر. كل ما يروح النادي تعمل له خناقه ويطلع على الاسم. والضحايا الاولاد يشوفوا الحاجات دي. انا خفت على ابني لا يجرى له حاجه، قلت له بلاش من الرؤيه دي. مصير ابنك لما هيكبر هيجي لك. مصير ابنك كان والله بيبات بالدموع. طب احنا بنشكر حضرتك جدا مدام ليلى والله. اسفين عشان الوقت. معانا استاذه سناء. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. انا والله انا جده. اهلا بحضرتكم الاول. اهلا بيك اتفضلي. انا جده برضه نفس المشكله بتاعت الاخت اللي فاتت ديت.
نفس الحكاية والله، أنا بقالي 3 سنين ما بشوفش أولاد ابني، هم توأم. العكس بقى هو اللي مشكلتك جدا اللي هي ام الاب مش انت جد. والله 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 انا لو قلت لكم قلبي بيتقطع عليهم قد ايه، والله ما هتصدقوني. انا ما بشوفهمش، هم السنه دي في اولى ابتدائي، انا احنا بندفع لهم وما بنشوفهمش خالص، بندفع لهم 800 جنيه مع ذلك ابوهم ارزقني. والله والله انا ربنا اللي يعلم انا بشتغل وانا اللي بدفع لهم عشان ابوهم فاتح بيت تاني. وللاسف يعني الجد والجد هم اللي بيعانوا. استاذه سناء شكرا. طبعا استاذه فريال، حته ان الام للاب القانون ما بيسمح لا للاسف القانون ولا العمه ولا طالما الاب موجود هو اللي ما يتحكم له بالرؤيه لوحده. لو الاب مش موجود في الاراضي المصريه بيتحكم للجدود. بالظبط. طب هنرجع كمان عايزين نعلق على الجدة والشريعة الإسلامية. بس هي الجدة والأعم يعني والعم والعمة مستمدة من الشريعة الإسلامية. هي الإنسانية. طب نشكر، هنرجع لحضرتك تاني بس اسمحوا لنا نطلع لفاصل ونرجع نشوف بقى الزوجة اللي في الرؤية بتعمل مشاكل وبتعلن خناقات عشان برضو يعني طرق تانية لبرضو البعد الأولاد عن أبوه. هو ده هو ده هو ده قلب بحسب العنش. هنرجع بعد الفاصل نشوف موضوع رؤية الأطفال. منى عايزين نطرح المشروع القانوني. زلنا بنتكلم عن موضوع رؤية الأطفال بعد الطلاق، وما بين رجالة بتشتكي أنا ما بشوفش ولادي، أو لما بروح بتعمل خناقة، جدة قالت دي بتعمل خناقة علشان معاها كل مرة عشان ما يحاولش يشوفهم تاني. موضوع مهم جدا، مش عارفين مين اللي على الحق. خلينا أستاذة دينا عندها سؤال. أستاذة فريال، هل القوانين المصرية بتنشئ خلاف وانشقاق بين الأسرة وبعضها؟ يعني الجدة بتبقى عايزة تشوف والقانون ما بيسمحش إلا لو الأب توفى، الحضانة لو اتنقلت من الأم لأمها في حالة جوازها، الراجل بيعتبر أن كده هي هي الحضانة عندها لأن هي عند أمها فما خرجتش برا أسرتها. يعني هل المشاكل دي كلها القوانين مش ماشية لصالح الأسرة بشكل عام، ماشية لطرف على حساب طرف؟ أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، قوانين الأحوال الشخصية من سنة 29 كلها كانت يعني كلها مستمدة من الشريعة الإسلامية، سواء حديث أو سواء قرآن. بعد كده التعديلات اللي دخلت عليه اللي هو زيادة سن الحضانة، الرؤية، الحاجات الرؤية موجودة من سنة 29 كما هي بالضبط. فدي حصل إن تدخلوا لقوا مشاكل كتير بتحصل في النقطة دي، فابتدوا بتوع السيكاتري الحاجات النفسية يتدخلوا، الدولة تلجأ لهم إزاي نعالج النقطة دي. فأصبح في عدة اقتراحات، منها زادت سن الحضانة، لأن لقوا الطفل لما بيتسلم للأب من سن 7 سنين بيتضمن. فمعنى هذا إن أنا بسلم طفل لسه بيبتدي سنة أولى روضة لمرات أب ببهدله، أو أب مش فضيله، عمره ما هيكون فضيله، ده بيجري على أكل عيشه فبيتساب في كل حتة يتمرمط. فابتدوا يرفعوا سن الحضانة رحمة بالطفل. صحيح. مش بالأم. لما جم يلاقوا أزمة السكن حصلت، فحصل تمكين الزوجة، مش الزوجة، تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية عشان يعني تلاقي حتة تربي فيها ابنها. تمام. وإلا كانت هتاخده وتقعد على الرصيف. صحيح. دي حاجة. الأمراض الاجتماعية بتاعت الحروب اللي خضناها دخلت المجتمع المصري فتسببت في مشاكل كتير، تغيرت الأخلاق، تغيرت الأخلاق كليا. لاحظت الجدة اللي بتتكلم دي إن هي متدخلة في حياة ابنها، متحكمة في كل شيء. تقول لك أنا اللي رفعت دعوة الخلع وأنا اللي قلت له يتنازل، أنا اللي رفعت دعوة الرؤية وبعدين قلت له ما تروحش عشان جايبه الحاجات، عشان خايفة على ابني. تدخل الأهل بيبقى مشكلة عويصة جدا، بيتسبب في خراب بيوت كتير. صحيح. هم الأمهات الكبار اللي هم يعني الحموات ما بيحسوش بالحكاية دي، هي فاهمة نفسها بتحمي ابنها، مش انها خبطته بطوبة عشان تقتل الدبانة قامت موتته، ما يهماش غير ابنها. بالظبط. فهي فاهمة نفسها بتحمي ابنها بس بالعدل للأسف هي بتهد أسرته. صحيح. كويس. فتدخل الأهل، الأخلاق الاجتماعية،
الأمراض الاجتماعية اللي دخلت من الحروب، الفقر، التعليم المنهار، القصص دي كلها انهيار الأخلاق بقت جابت المجتمع المصري بطالة، على البلاطة، بتشتغل وهو قاعد يتخانق، ثلاث ارباع المجتمع كتير. مش عايز اقول لك صايعين، بدأ العند والمساومات، الطفل اللي بيدفع ثمنها وبلطجية، مرتشين. انا امراض اجتماعية بصادفها في المجتمع غير طبيعية، صحيح، غير طبيعية، وبقت ثقافة للشعب المصري. الشعب المصري ده عايز يتمسك زي فردة الشراب كده، يتقلب على الناحية التانية، هقلبه ازاي؟ انا مش عارفة بصراحة. تجين فعلا نرجع لمنظومة، فدي دخلت على الأسرة فدمرت الأسرة. هو احنا كنا بنشوف نسب الطلاق دي؟ ده كانت اللي تتطلق تتجرس وتتفضح بفضيحة. طيب طيب تمام. أستاذ أبو زيد ماسك حضرتك ورق، عايزين نشوف انت كنت بتطالب البرلمان اللي فات السابق بيقول لي الولايه التعليميه عايز تعمل ايه؟ احنا لينا في الرابطه بتاعتنا ست مطالب موضحين حضرتك قدام في الورق اللي مع حضرتك. رابطه ايه؟ اسمها تغيير قوانين اطفال الطلاق. انا حددتها عندهم رابطه ايه؟ حركه تغيير قوانين اطفال الطلاق. هي نشات بعد ثوره يناير. هم اطفال الطلاق ليهم قوانين؟ حضرتك انا هتكلم في كل حاجه بقى بالتفصيل، وايه اللي قدمناه واقول الامر كمان والعوائق اللي شفناها. دلوقتي احنا رحنا المجمع البحوث الاسلاميه وتظاهرنا قدامه، وكان من ضمن الندوات اللي اقيمت في كليه دراسات اسلاميه بنات يعني بالازهر، احنا حضرنا محاضر يعني مش هنذكر اسماء او حتى نذكر يعني لو تعرفنا الدكتور كان عبد الله النجار يعني، وقال لك احنا عملنا، قال مقوله يعني كلنا قمنا صورنا عليه فيها، لما قال لك العيل لو ما بلغش لغايه 40 سنه يفضل في حضن امه. طبعا دي شيء عبث، لان طبعا هي احنا مش بنقول المراه ما تحضنش، المراه تحضن، ولكن في فترة لابد ان الولد او البنت يكتسبوا اخلاق الاب، يعرفوا يعني ايه اب. وانت عايز يعني تكون من امتى؟ عايز تكون من امتى يعني؟ احنا طرحين المشروع ده، هنروح ان شاء الله على البرلمان الجديد باذن بيقول الله. بيقول ايه باختصار عشان الوقت؟ هو اختصاره ان يكون في عقد الغاء مكاتب التسوية كلها، عندي مكاتب تسلية زي ما ذكرنا، ونعمل حاجة في المحكمة مباشرة اسمها قاضي لكتابة او عقود رعاية مشتركة ما بين يعني الاب والام المطلقين. عشان يبقى على الحياد للمحامي بتاعك مش ولا المحامي بتاعك، مفيش محامي خالص تحضر، مفيش محامي، يبقى القاضي هو اللي القاضي ده قاضي الدايره بتاع الام اللي هو القاضي الطبيعي، هو ده المسؤول عن الموضوع ده بحيث الحياد ما بين الطرفين، عشان حتى كمان ايه نقدر نظهر بقى الام السيئه والاب السيء. حلو كويس فكره. لكن احنا مثلا عندهم بقى نقول بقى الام نزل من التهم على الام، لا احنا عايزين نكشف على اساس ما يبقاش في محامي من كل طرف، يبقى حضرتك يكشف لك نوايا الاب زي ايران ونوايا الام ونوايا الام. انا مثلا طليقتي او سي خلاص الطلاق ده نجنبه جامدا، ده ملناش علاقه بيه. احنا هنبدا صفحه جديده مجتمع، عايزين مصر فوق زي ما بنقول، مصر تبقى قد الدنيا وام الدنيا وكل حاجه، مش بالكلام ومش بالشعارات وبرفع على مصر. بقى بقيه التفاصيل، التفاصيل مختصره يعني بنعمل عقد رعايه مشتركه في المكاتب دي تتلغي وتسمى عقود مكاتب رعايه الاسره او تضامن الاسره مع بعضها. تتضمن ايه بقى العقود دي بقى؟ العقود هيبقى فيها من الالف للياء. يبقى النفقة نبدأ بالنفقة الصغير، نبدأ المدة طبعا في تعديل السن مفروض برضو احنا بنقول 15 ماشي، هنقول عشان الأستاذة قالت النفسيات هنسيبها حتة التأخير للقاضي دي برضو حتة فيها ظلم، ان بيجي عند 15 سنة رفعت دعوة ضم كنت انا بقول تيجي تضم واختار امه، خلاص قضية منتهية معروفة والأستاذة تعلم. بس على فكرة انت غلطت في حاجة، انا هشرحها لك قانونا دلوقتي. هتيجي تضم، هتيجي العيل يختار اللي عاش معاه، الصغير دايما يحب العطف. واللي يخالف العقد ده، اللي يخالف العقد في بقى عقوبات ملزمة ما فيها حبس للطرفين للأم والأب. طبعا مش هقدر اقول ان انا مش مشرع مده الحبس تكون قد ايه، بس على الاقل ما تقلش عن 3 سنين يعني تحبس. وممكن يعني انت بتقول نفسيه الطفل ومعنوياته، انا ما قلتش حضرتك لا لا مش هو ما يرضى يعني محدش هيغلط. انا بتكلم على الاب، على الاب السوي اللي هيحترم الدوله اللي احنا عايشين فيها. ماشي ممكن نحط عقوبات رادعه في الفلوس يدفع، انما يتحبس ابقى اطلع الابن لا يقول لي ما ادفعها، حضرتك انت بس ادفعها وما حضرتك لا حضرتك دلوقتي الحبس بيتعمل، انا مقام عليه دعوه حبس بكره يعني هي ماشي. ما ده قانون غلط اللي بتقول بقى بتطالب يعني بالمعنويات، ما هي انا دافعها بس هو دور في ثغرات وجاب متجمد ما اعرفش جابه منين، فانا هواخد الورق اللي دفعت فيه بالشيكات على حسابها وجايبه من الحكومه متجمد. ما بتدفعوش ليه؟ ما هو انا ما اعرفش، هو كان ما اعترفتش هو انت اللي عايز تدفع لا ولا عايز مش عايز تدفع. انا مش بتكلم بحق، لا انا بقول كله هي واخده كل حاجه. كان بقى راجع في دوائر حاجات جمعها ما تعادل 1000 جنيه او 200 كلام فاضي يعني، قلت لها خديها بكره حدهم لها بكره عادي بعد حكم الحبس قبل القضية كمان معكم بالتصرف. لا لا ده بعد حكم الحبس. لا ما فيش حبس، ما خدتش حبس عليا. انا بدفع كل حاجه، بقول لك موظف حكومه بتروح لها على حسابها في الشباك ما يعني في الحساب بتاعها دايركت بشيك. طيب اسمحوا لنا لان بقى شويه. انا ام ريهام برضه اتفضلي يا دينا بس ناخد تليفون. الو
السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا يا مدام منى. اهلا بيكي يا حبيبتي. اهلا وسهلا. اهلا بضيوف. اهلا بيكي. انا من المنصوره. دلوقتي بنتي كان جوزها مرشد سياحي، ولما السياحه الثوره قامت وانضربت السياحه فهج وساب البلد وما نعرفش حاجه عنه، وهي ام مدارس غاليه وكده فروحنا اشتكينا، جت المحكمه حكمت لهم ب 600 جنيه. ابوهم ما بيدفعش، جدهم يعني ما المحترم بيروح ما يدفعش الا 300 جنيه 600 جنيه. فسيبناهم له وعليهم احكام كتير يعني ما بيدفعوش، ما دام من حقه ان هو يشوف ولاده. ده يرضي ربنا. للاسف يا حاجه. ده قانون يا ترد عليها يا استاذه فريده. بس هو ده دلوقتي يعني ما بيصرفش لا مدارس، اولا الباص بياخد لوحده 600 جنيه والمدارس 20,000 جنيه. يعني وغير اليونيفورم وغير. طب وازاي المحكمه فعلا التحريات طبعا ما هو مش موجود. هو موجود فهو ده الحكم اللي بيحكمه عليه احكامه. هو دلوقتي مش شغل حكومه وعليه متجمدات كتير ومدين اصالات موادينها للمحامي المصاريف المدارس وكده. الله يكون في عونكم ويرزقكم برزقكم يا رب. شكرا ام ريهام. وفي نقطه قانونيه عايزه اعلق عليها كله ما بيتكلمش فيها او ما حدش منتبه ليها. الولد بينتهي الولايه الطبيعيه عليه في سن 15 سنه. لا هو ان يستقل بنفسه، ولا هو ان ينضم للام، ولا هو ان ينضم للاب. يختار الاختيار ده وفي الشريعه الاسلاميه. هنا بقى الانفاق مشكلتهم، مشكله وفي الانفاق. الشريعه الاسلاميه. هو بيعترض على قصه الاختيار ده. لا هو الولد له ما يقدرش يرفع عليه دعوه ضم ابدا. اصبر بس ما يقدرش يرفع عليه دعوه ضم بعد سن 15 سنه اطلاق الولد. نيجي للبنت. لا مش المخاصمه القضائيه، انا ما اتكلمش عن كده. نيجي للبنت. البنت بتبقى في سن 15 سنه داخله مرحله المراهقه. انا ما بقولكيش مش محتاجه للاب، محتاجه له طبعا كويس، بس محتاجه للام زياده في السن ده. في السن ده طب هي اللي بتيجي بتخير. الولد في السن ده خلاص ما عليهوش ولايه لا من الام ولا من الاب. يختار اللي يختاره. يقولك اقعد مع امي، اقعد مع ابويا، ما كل واحد شوية ياخد من كل واحد، يخرج يطفش من الاثنين ويخرج يشتغل بره هو حر. واخد بالك؟ ده ما عليهوش ولاية، إنما اللي عليه الولاية البنت. فعادة بتختار الأم لأن الأم هي محتاجاها في السن ده، في السن المراهقة الفظيع ده 15 سنة، ومحتاجة إن الأب يسمعها. طيب برضه احنا للأسف معانا منار تاني، مش عايزين نسيبها كتير على التليفون. منار. ألو. مساء الخير يا منار. مساء النور. ازيك يا حبيبتي؟ اتفضلي. انا كانت دي اول مره يعني اتكلم في برنامج او حاجه. ده من حظنا يا منار. اهلا بيكي. ميرسي. اتفضلي. وانتوا كنتوا اتكلمتوا يعني كل اللي اتصلوا كزوجه وزوج او جده او كده، لكن تمام. انا كبنت كانت ما بين اتنين منفصلين. منفصلين. انا كان بابايا ومامتي انفصلوا من وانا عمري 3 سنين، عندي ليا اخت. وبعديها اتجوز على طول، وكان في مشاكل بقى كتير، ان كان بابايا على طول عايز يشوفنا وكده، وبدات تدخل عشان كانت مامي بتخاف ان هو يعني يشوفنا او ياخدنا معاه يسافر. فبدات تدخل بعند ان هو لا مش هيصرف ومش هدي نفقه ومش هدي يعني ما فيش مصاريف خالص ولا مصاريف مدارس ولا كده، على اساس انه يعني يضغط عليها من الناحيه الماديه. فقالت مش عايزه منه حاجه بس ما يشوفكمش. قالت انا مش عايزه. وفضلنا كتير يعني، انا كانت عمري يعني ما فضلت فتره كبيره جدا ما شفت يعني. كنت بشوفه بس كان بقى الحاجه الوحيده اللي كان يشوفنا فيها. كان يجي لنا على المدرسه، كان المدرسه عارفاه يعني، كان يجي لنا على المدرسه ويجيب لنا بقى لبس ويجيب لنا حاجات وكده ويقعد معانا في المدرسه، وهي دي كانت شوفته لينا يعني، دي كانت المكان الوحيد اللي كانت مامي ممكن تسمح بيه. وكان غير كده كان يقعد زي ما حضرتك قلتي، كان يقعد يحاول يتكلم يسوق سمعة مامتي قدامه. يعني لينا هو ده عيبه بقى. على العكس خالص ان كانت مامي بتعمله يعني، كانت خالص عمرها يعني بعد ما كبرت يعني، انا دلوقتي كبير، بعد ما انا كبرت عرفت ان طبعا في حاجات كتير كانت بتحصل بابايا طبعا كان غلطان فيها يعني. بتقدري تميزي بقى. انت عندك كام سنه يا منار؟ انا عندي 19 سنه. والانفصال بينك وبين باباكي ومامتك من وانت عندك 3 سنين. من زمان. طيب لما المده دي كلها عدت بقى وانت عرفتي مين غلطان ومين مش غلطان، اكيد انت صاحبه المشكله، ايه اللي انت شايفاه انه الاقتراح او القانون اللي يحمي الطفل كحاجه بقى عشتي واقع بالفعل؟
لا هو اللي فعلا القانون اللي كان يحمي انا كان يعني بابايا ليه محامين كتير كان بيحاول اللي هو يعني يعمل حاجات ياخدنا بيها حاجه غير الليجل يعني. كان يعني من رايي اللي يحصل ان لا سواء الابناء هم اللي يتسالوا لو هم عايزين مع الاب يشوفوه او هم عايزين مع الاب. استاذه فريال بتقول بيتسالوا ولا الولد بيتسالوا في سن 15 في سن 15 بس ما يوصلوا لل 15 لا اصل هو اللي يقدر يقرر. نشكرك طبعا يا منار على تليفونك. يجيب واحد عنده 50 يقول له تقعد مع مين ما يعرفش مصلحته فين. المشكله كمان ان حق الولايه التعليميه بس هو اللي انتقل. هنتكلم عن الولايه التعليميه يعني التعليميه بس على فكره الولايه التعليميه كل فاهمها غلط. طب ايه نسمع من ونرجع حضرتك تعلقي يعني علق لك على الولايه التعليمية. الولاية التعليمية امتى احنا شرعناها؟ لما في ممثلة من ممثلات دخلت في مشكلة مع جوزها في بالنسبة لولادها. انا نسيها كنت انا عارفة خلاص ما علينا عشان عايزة توديهم مدارس غالية وراح شايلهم من مدارسهم راح شايلهم من مدارسهم الغالية رغم انه غني ورماهم في المدرسة العربي. فقالت انا هدفع يا جماعة الفلوس بس خلوني انا اشيل ولادي وانقلهم تاني. من هكذا بتوع السايكاتري برضو اللي اقترحوا لو انت عايزة يبقى معاكي ولاية تعليمية تقرري تعليم اطفالك في اي مدرسة اتفاعد. طيب معنا تليفون وهذا هو نص القانون. تمام يا الو لان الموضوع ده مهم. طب ثواني الو محمد. الو ايوه الخير يا فندم. مساء النور. انا استاذ حضرتك بس تديني 3 دقايق بس عايز اتكلم. خد 3 دقايق كتير قوي يا محمد اختصر بس معلش انا اسف جدا. انا مشكلتي مش لاقي لها حل وتعبت. انا اب لاربع اولاد. انا كنت متزوج قعدت مع مراتي المتوفيه 9 سنين. اتوفت سنه 2009 شهر 7 اللي هي ام الاولاد. ولدت ولد كانت بتعالج من كانسر. الله يرحمها. ويعلم ربي ويعلم الجيران ويعلم الاهل اني ما قصرتش لحد الدين وصرفت لحد ما ربنا قدرني. تمام. وربنا ما اردش انها تكمل وتوفاها الله. الله يرحمها. الله يرحمها. ابني اتولد قبل ما استوفى بيوم. لحد النهارده انا ما اعرفش شكله ولا يعرف شكلي. من 2009 حضرتك. واحد من الاربعه؟ واحد من الاربعه. والثلاثه؟ التلاتة في اسلام واسراء دول توأم. مظبوط حضرتك. قاعدين مع مين؟ قاعدين مع جدتهم المسنة. بحكم قانون انا معرفش اني انسان وضعه بهذه الطريقة. يعني عندهم كام سنة دلوقتي؟ ربنا اللي وضعه. يعني عندهم حوالي تقريبا 12 سنة. طب انت ما بتشوفهمش؟ انا ما بشوفهمش. طب ليه بما ان انت كنت كويس مع بنتها وبتعالجها ومراعيها يعني ليه المعاملة دي؟ ليه المعاملة؟ حصل خلافات ما بيني وما بين الجد. انت اتجوزت بعد كده؟ انا اتجوزت من فترة قريبة. جبت الطفلة الرابعة. مظبوط معايا حضرتك؟ انا اولادي انا بشوفهم سرقة. التوأم الكبار انا بشوفهم سرقة. اقسم لك بالله انا اولادي لما بشوفهم او بيكلموني بيقولوا اتصرف يا بابا اعمل اي حاجة خدنا من هنا. موضوع وصل يا محمد. بنشكرك ولا عشان الوقت مضطرين نطلع الفاصل وهنسمع تعليق من الاستاذه فريال على موضوع حضرتك بعد ما زلنا بنتكلم عن النزاع بين الاب والام على رؤيه الاطفال بعد الطلاق او بعد الخلع. استاذه دينا كان عندها سؤال. استاذه فريال يا ريت توضح لنا بس ايه الفرق بين الولايه التعليميه اللي بتنتقل الى الام ودعوى مصاريف المدارس. بالظبط. هو طبعا الاب مكلف بولاده، مكلف بمدارسهم ولبسهم واكلهم وشربهم وبدل فرش وغطاء ومسكن كمان. كويس. لو هي خدت المسكن اوكي، ما خدتش المسكن فمن ضمن النفقه بيبقى اجر مسكن. ومن ضمنهم المصاريف التعليميه، وفي مصاريف علاج كمان لو الطفل بيتعالج اسمها نفقه مصاريف علاج بتقدم بيها فواتير المستشفيات. مصاريف الدراسيه لو الولد في مدرسه بندفع المصاريف، الام بتدفع المصاريف وبتجيب ايصال
وبتقدمه للمحكمة بيتحكم لها بالمصاريف الدراسية على الرجل. وفي غير الولاية بقى على الأب. غير الولاية التعليمية. ما طبعا على الأب ومال على هنا دفع المصاريف هو مكلف. لابد إن يلزم لابد يكون في دعوة إلزام على المقدرة. المهم طيب حاضر. فهو بيقول لابد ان يكون في الزام على المقدره. من ضمنها في تحريات عن دخله بتيجي في المصاريف الدراسيه. وبعض القضاة حاليا ما بيحكمش بكل المصاريف الدراسيه بناء على هذا التحري. لو هو دخله قليل ما بيحكمش بيه وبيخلي الام بيقول لك ممكن يدفع كذا. انا عندي 30 حكم في الاستئناف والمنظمه وده في تلاعب برضو كتير. وفي واحد وفي قاضي رفض المصاريف الدراسيه بتاع الكي جي 1 خالص. لك من اول اولى ابتدائي. مع انه هو ملزم لان ما فيش مدرسه بتاخد الطفل دلوقتي الا لما يبقى في كي جي 1 وكي جي 2. طيب طب معلش التعليميه ايه بقى؟ ثانيه واحده بس مهم جدا. مقاطعه لو سمحت ممكن يقول مقاطعه لحد الولايه التعليميه. طب انا اديني فرصه. الولايه التعليميه منصوص عليها في قانون الطفل. إذا الأم حبت إن هي ما تنقل الولاد أو تدخلهم مدارس خاصة فعليها أن تقيم الدعوة بانتقال الولاية التعليمية لها على وتتحمل. أن تتحمل المصر زي ما حضرتك قلتي في نموذج وأنا خدتها. أنا باخد ولاية تعليمية معلش حضرتك بس بدفع عن المصر. الأم بتدفع عن المصر. أستاذ أبو زيد عايز تقول إيه دلوقتي حضرتك؟ بس كلمة أخيرة بقى عشان لا الشك اللي بتقول الأستاذة ده لا في ما كملتوش. مادة 54 بتقول في قانون الطفل ان الولايه التعليميه للام للحاضنه حضرتك مع مرا لا واذا اختلف الطرفين يرجع للمحكمه ومع مراعاه اليسار. ماده مطاطه ازاي في يسار انت هتدفع؟ لا يا فندم لا حضرتك ما قريتيش القانون الطفل. لا قريت كويس يعني بتشتغل. لا يا فندم ما قريتيش الشكه. كملي الماده. لا كملي الماده. كملي الماده. لا حضرتك كملي. استاذ محمد تامر. استاذ تامر في ظلم. لا في ظلم. المفروض النفقه تبقى حسب دخل السوق اليسار بتاعه. ما بنجيب التحرك. طب ما هو مفردات مرتب الحكومه زي ما بيكبروا السوق يدفع نفقه يكبروا السوق اللي هي توري الاولاد. هي ما بتوريش الاولاد عشان هو ما بيصرفش. لا هي البيضه ولا الفرق. طب هو ده بقى مشروع القانون اللي انا قلته ان يتعمل حضرتك الرعايه مشتركه من الالف للياء عشان ال 12 دعوه اللي حضرتك رفعت عند البدل الفرش والغطا ورفعت نفس كل الدعوات اللي مرفوعه دي عملتها ورفعت دعوه برضو الالزام بالطبي. كل ده عملته كل ده رفعته. الام ليها حوالي 12 دعوه في المحاكم بتاخدهم. الاب في مصر مجرد محفظه. معلش يا تامر الاب محفظه وما زلت بقول الاب محفظه وبدون تحيز ومالوش غير انه يدفع لا يتسجن. لا يا فندم لو يدفع لا يتسجن والبلد. لا ما حضرتك لا معلش يدفع ولكن كل شيء بالعداله. العداله والمساواه. ما هي العداله انت بتدفع بحكم محكمه. لا ما بقولش على كده. انا بقول ده عشان تلتزم بالرؤيه. تلتزم بالاستضافه. يبقى في قانون استضافه. شوف بنتي يدفع بس هي تلتزم بالرؤيه. يبقى في قانون استضافه. تروح مدرسه ما تعرفش ابوها بتنادي اسمها وتقول اسم ساره رانيا وفاء. ما اعتقدش عايز تعليق يعني. قانون الاستضافه ايه يا تامر؟ لازم يبقى في قانون استضافه للاب يستضيف اولاده ان شاء الله. هو حضرتك ده المشروع اللي احنا عاملينه ده حضرتك استضافه والمراكز الشباب دي دي حضرتك مراكز الشباب معتقلات اهو. الام ادتهم رشوه. يا ريت الكاميرا تجيب بس استاذه فريال حضرتك ناخد توصياتك بخصوص تعديل قانون الرؤيه او قانون الاسره بشكل عام. يا فندم انا يعني مش هيتعدل لان ده مستمد مش الشريعه الاسلاميه يا فندم. بس في حاجات وضعيه ممكن نحطها. لا يتعدل ان شاء الله. اللي بيحب مصري اللي عايز حاجه تتعدل. طفل عنده سن. طب انا ده بقى المفروض يشوف ابنه من سن 40 يوم او من سن يوم كويس. الطفل ابوه 40 يوم بقى هستضيفه. الطفل بيطلع ما بيعرفش ابوه. الطفل ابو سنتين اللي متغيرين هيبقى مصاد شويه. لا يا فندم السن الاستضافه من 5 سنوات. عايز استاذ ابو زيد نستنى بس نسمع الاستضافه. طيب مش هناخد طفل رضيع عمرنا نستضيفه يعني. لابد ان انا عشان اسمح بانه يروح اضمن ان في بيت كويس هيستضيفه. اضمن ان ما فيش عدو لدود زوجه اب جوه البيت. اضمن ان هو الطفل هيدافع عن نفسه. الطفل اللي بيغتصب ده ممكن يدافع عن نفسه في سن قد ايه؟ صحيح. ماشي موضوع. طيب احنا الموضوع لسه شائك ولذلك الشريعه ما فيهاش استضافه. عايزين مصلحه الصغير. احنا الطفل بقى في سن 19 سنين هيخبط على باب ابوه. حضرتك مقدمين مشروع وهيطلع على وسط. خلاص ما ينفعش. طيب نشكركم. الموضوع شائك ومحتاج حلقه لوحدنا. بنشكر ضيوفنا. بنشكر الاستاذ فريال وعبد المستمر. شكرا لكم. وبعد الفاصل والنهارده الاربعاء واخر الاسبوع معانا الشيف محمود. يوم متميز جدا في المطبخ. استنونا بعد الفاصل.
طب هتعشوا.